من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. سلام من الله عليكم إخوتي وأخواتي الأكارم، ها نحن نلتقيكم ووقفة تاريخية نعيد بعدها ترتيب أفكارنا لما في المشهد القادم من دروس وحبر. المرض بلاء أم ابتلاء؟ المرض هل فيه منفعة؟ المرض في قراءة أخرى لحوار بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين سلمان المحمدي سلام الله عليه. أنا وأنتم فلنشاهد أحبتي. عافاك الله يا جدي. مولاي أمير المؤمنين، أهلا، تفضل. كيف أصبح سلمان الفارسي؟ نأمل من الله أن يكون بخير. يا أبا عبد الله، كيف أصبحت من علتك؟ يا أمير المؤمنين، أحمد الله كثيرا وأشكو إليك كثرة الضجر. فلا تضجر يا أبا عبد الله، فما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه، وذلك الوجع تطهير له. فإن كان الأمر على ما ذكرت وهو كما ذكرت، فليس لنا في شيء من ذلك أجر خلا التطهير. يا سلمان، إن لكم الأجر بالصبر عليه والتضرع إلى الله عز اسمه والدعاء له، بهما يكتب لكم الحسنات ويرفع لكم الدرجات. وأما الوجع فهو خاصة تطهير وكفارة. من كان يميز لنا هذه الأشياء لولاك يا أمير المؤمنين؟ إخوتي أخواتي مشاهدينا، من لقطات أعدنا فيها قراءة الواقع تدعونا لأمور عدة، منها أن كل البلايا تحمل معها رحمات من الله تعالى، إذ إن البلاء يستتبع مغفرة ورفع درجة ومحو خطايا لنا، وعلينا أن نصبر ونتفكر فيما نحن فيه من ابتلاء، ونعلم أنه لا بد أن ينتهي والعاقبة للمتقين. انتظرونا في الغد. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا
لون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمى إذا في حبهم وتزودا.